وسهلا فيكم جميعا، ومعكم سامي شمسي. بدي ارسلكم رسالة شوق وامل ومحبة من قلبي لمدينتي حلب. حلب يلي عطت الامل والصمود والصبر لكل الناس. مو بس حلب هي اللي عطت، حلب هي مدن من المدن اللي عانت من الاضطرابات والمشاكل. عم يتهدم بيوت، عم يتهدموا جوامع، عم يتهدموا كنائس. بس أنا لفت انتباهي هذا المشروع يلي عم يعطي قيمة لبناء الإنسان بوقت الإنسان هو عم يتهدم، الإنسان عم يموت، الإنسان ما له قيمة عم بيكون. وأنا كتير حبيته، هو مشروع بناء الجيل، بناء جيل حلب اليافع، شباب وصبايا اللي قائمين على هذا المشروع. برافو عليكم، حملتوا على عاتقكم بناء يافعين سوريا، بديتوا أنه تبنوا هذا الجيل الجديد. أنا فخور فيكم كتير. أقل شيء بالنسبة لي كفنان سوري وكفنان حلبي لهذا المشروع الحلبي بالذات أنه أقدم رسالة، رسالة سلام. وأنا بعيد عن مدينتي، يعني قلبي وعقلي أنا معكم. غنيت لحلب وغنيت لأهل حلب، واليوم عم أبعت مسج شوق كتير كبير ومسج محبة لحلب الشابة، حلب الفن والحضارة، حلب الطرب يلي تعودنا عليه. الله يقدرني يكون قد هالمسؤولية لنشر السلام والخير، نشر الحب كفنان سوري، كفنان حلبي، كفنان عربي، ونضل رافعين اسمنا باسم حلب وسوريا. الخير والفرج إن شاء الله بيكون جاي، ومثل ما تعلمنا من كبارنا ما بعد الضيق إلا الفرج. شكرا لكم.